ريد روم. أكيد لما بنسمع الكلمات دي بنقول إنها كلمة عادية، لكن الحقيقة هي ليها عمق أكبر بكتير، وده لأنها من أخطر مواقع الديب ويب. ومن بداية اسمها ريد، وده يعني أحمر وبترمز للدم، وروم يعني غرفة، وبكده معناها الغرفة الدموية. إيه هي ريد روم وإيه اللي بيحصل فيها وإمتى بدأت؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة من عجيبة دي. ريد روم هي غرفة ذات إضاءة حمراء وفيها كاميرات من كل الزوايا، وفي نص الغرفة بيكون في كرسي مخصص للضحية، وكمان بيكون في ترابيزة عليها جميع أدوات التعذيب اللي ممكن عقلك يصورها لك. في الغرفة دي بيجيبوا، مش مهم يكون راجل أو ست أو طفل، بس في أغلب الأوقات بيكون الضحية طفل صغير في السن، ده ممكن يكون طفل رضيع. بيحصل إيه؟ بيتم وضعه على الكرسي المخصص للضحية، وبعدها بيتم فتح لايف فيديو على الديب ويب لعملية تعذيب الضحية بطرق خيالية. طبعاً هنسأل مين هم الأشخاص اللي بيكونوا جوا اللايف ده؟ لو هنسأل عن هويتهم، فالسؤال ده ملوش أي إجابة، لأن المواقع دي مشفرة تشفير كامل، ومستحيل تقدر توصل لأي معلومة عنها. علشان تكون جوا اللايف ده، فأنت حاجة من ثلاثة. أول فئة هم المتفرجين العاديين، ودول بيدفعوا مبالغ بتبدأ من نص بيتكوين. أما لو أنت من النوع التاني وهم المشاهدين الـ VIP، فأنت بتدفع أضعاف المبلغ ده علشان بيكون عندك ميزة صغيرة، وهي إنك تقدر تصدر أمر بتعذيب الضحية بالأداة وبالطريقة اللي تعجبك. ولو زودت في الفلوس أكتر، فأنت تقدر تأمر إن الضحية يتم قتلها برضو بالطريقة اللي تعجبك. أما الفئة الأخيرة وهي أصحاب العضويات، اللي لما بيحددوا ميعاد اللايف بيجيلهم إشعار دايماً وبيدخلوا يتفرجوا. التعامل جوه المواقع دي بيكون عن طريق البيتكوين، وهي عملة مشفرة صعبة جدا تتبعها، وهي بتعادل في اللحظة اللي احنا فيها دي 38.5 ألف دولار. طبعا هنيجي نتكلم عن الضحايا وهنسأل نفسنا ازاي محدش بيبلغ عن اختفائهم، او ازاي محدش بيسأل عنهم. الإجابة هي علشان بيختاروا الضحايا بذكاء وعناية جديدة، بيجيبوا أطفال مشردين من الشوارع بدون عائلاتهم علشان يعملوا فيهم الأفعال الوحشية دي. من المعتقد أن ريد روم جت فكرتها من فيلم تم إصداره سنة 1983 بعنوان فيديو دروم. فكرة الفيلم عبارة عن مدير فني بيعذب أحد ضحاياه في غرفة ذات إضاءة حمراء، وبتنتهي عملية التعذيب بالقتل. ونيجي في الآخر نقول أن أي شخص ممكن يشوف الحاجة دي أو يفكر أنه يعملها، فما هو إلا شخص غير سوي نفسياً. المواقع دي خطيرة جداً، وما ينفعش أي شخص سوي يفكر يدخل يشوف إيه اللي بيحصل جواها. حلقتنا للنهاردة خلصت، لو عندك أي سؤال تقدر تكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك على طول. استنونا في حلقة جديدة من عجيبة دي.